شو في بالك؟ شوف يا سيدي. شباب صبايا، أنا آخر فترة حاسس إنه أدائكم بالنازل. بصراحة هيك إحنا صرنا محتاجين فريق تدريب جديد. تفضلوا شباب. خير الشباب اليوم. رحبوا معي بفريق الفشل. سوري، فريق الجديد. ركزوا معهم منيح كثير وإن شاء الله خير. تفضلوا شباب. الله لا يصبحكم خير. طيب، خطتنا الجديدة للعمل تعتمد على عنصر أساسي جدا مهم بيننا إحنا كموظفين، ألا وهو الاحترام المتبادل. تمام؟ أما بالنسبة لاستراتيجيتنا فهي تبدأ من منطلق فكري ألا وهو أنه كل الشركات في العالم تعتمد على النجاح. يا أخي خلينا مميزين يا أخي، خلينا نركز على الفشل. ليش فشل؟ أنت مال أهلك يعني معنا بالشركة؟ بنت مين هاي؟ خصم 20% من راتبك وممنوع تسألي، أنت بتنفذي فقط. أحسك عينك أسمع موظف فيك وجاي بالتارجت. هسا تركوا مع زميلي أعطيكوا شوية معلومات تفيدكوا. آه صح، وزعوا لي شدة على كل مكتب لأنه آخر الشهر عندنا موضوع تتريكس. تفضل. اعطيني كبش عشان اتفاهم مع الدكتور. السلام عليكم. اليوم جاي اعلمكم كيف تصيروا احسن موظفين في العالم ما بتلحقوا الديدلاين. واذا مشيتوا على النصائح اللي اعطيكم اياها اليوم هتلاقي حالك فجأة متكوم عليك 90 تاسك ومش عارف تحل. وهذا هو المطلوب. لنفترض انه اجاك تاسك صعب. بتنفذه؟ منو منك بنفذوش؟ بروح على البيت بقعد مع اهلي احسن من الوقت اللي هسوي فيه التاسك. ما انا هيك ماخذ نفس الراتب. افرض اجاك تاسك سهل. هتقول لي هعمل، اقول لك لا ما بتعمل. انت اكبر منك تعمل هيك تاسكات. الشركه مش جابيتك عشان تعمل تاسكات سهله. طب لنفترض انه اجاك تاسك على حسب قدراتك بالضبط. هقول لك مش هتتعلم منه اشي فما تعملهوش. رجب منك يا شرك رخوة. المصاري صارت جاهزة.